يعني اليوم اليوم تاريخي للعربي الشنيني اللي يجمل قدماء اللاعبين اتحاد الدوسن وقدماء اللاعبين من الجلال وحكام سابقين من بسكرة. شكرا له وربي ان شاء الله يبارك له في المعمل تاعه هذا ان شاء الله. وان شاء الله هذا اليوم تاريخي ما يتنساش. هذه كرة القدم تجمل الاحباب وتجمل الاصدقاء، يعني اليوم ما يتنساش نهار اليوم يعني العربي الشنيني. شكرا له وبارك الله فيه. تاريخ بديناه في 71 هكذاك، في 71 كان عمار عبد الله يدوم والجماعة ليك، وبدينا بواحد كنا تابعين لا ليغ تاع باتنا، نروحوا حتى لباتنا باش نديروا لي ليسونس ونراعوا لي جوار نجيبهم من بسكرة، ما عندناش الكافيين هنا. تحديات كبيرة صح، وبشوية وبشوية حلوة 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 حلوة. وكنا دوزيام جماعة ملاح وكل خلطة، يعني ما عندناش يعني فرق ما بين واحد من هنا ولا من هنا ولا ولاد جلال. كنا نلعبوا معهم ثاني دي ماتش ديربي ليه، ذاك الوقت كانت غير سيدي عقبة طولقة ولاد جلال اللي في لا ليغ القنطرة اللي في لا ليغ، والباقي كاع هاد القرى هذو ما كانوش كاينين هذاك الوقت. كنا نروح لواد الماء، واد الماء مروانة حيدوسة نقاوس نقاوس عند توتا الريس، الريس لعبنا مع الريس. نرحبوا بجماع خيوتنا اللي جاونا وساندونا في القضية هذه ولعبوا معنا مقابلات زينة ونتفكروهم طول وربي. واللي بدر لنا الاساس البالو في الدوسن هو عمار بن عدل اللي يرجع الفضل كليه، وعلمنا وعلم وليداته وجاد الشعب لاباس وليدات البلاد الدوسن كل نشرفوا بهم وماذا بنا يتم حيين ونتلاقاو في كل ساعه ان شاء الله. وكثر خيركم وبارك الله فيكم في الحاضرين وكل